بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتابع مع بعض فقرة التدريبات هذه اللعبة دوم إترنر. أوكي نحفز على هذه نقطتين وركض حلو. هذه أصعب شيء تنط وإذا تمسك الجدار. طبعا طريقتها صعبة صراحة على يد التحكم. يلا 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 يا سلام. هنا ما ادري وش السالفة. طيب زين طيب طيب ايوه نطق على ذولا جرب. شوف كيف الاغنية رايقة وكل شيء لكن الوحوش اشكالهم عودة. صراحة أنا تحذير من الحين تحذير اللعبة لا تناسب الجميع. في يعني كمية دم زي ما تشوفون عنف وحوش يعني أصلا يعني وحوش يعني وكذا فرعب يعني أحيانا لكن هي دموية شوي بزيادة فما تناسب الجميع. يعني إذا أنت عمرك أقل من 18 ما أفضل انك تكمل وتشوف هذي. اللعبة يعني ممكن مو بس عنف ممكن ايضا مخيفة شوي فيها شوي رعب حتى يعني احيانا انا يعني احيانا ممكن اخاف ما لا مو مرة بس ما اقول يعني 18 اقول يعني 15-14 ممكن يعني 14 أقل من 14 تقريبا ما أنصح. فهذا اللي أقوله هذا الموضوع. أنا أشوفه هذا الشتغن نجرب الأسلحة تجربون على أنواع الأسلحة. هذا شوف كيف قذائف من الكتف شوف كيف وهنا التجميد بدون بعدين تقتلهم واحد. يعني الكلام سهل تحكم كذا وهم يشرحون لك سهل لكن كلمة لكن يعني عط تحت كم خط التدريب شيء بالواقع شيء من خشون عليك ناس كثيرين تختبص وتنسى أصلا يعني وش كانت الحركات وش هذه الضربة ضربة خاصة بعد قبل ما يموت تضربه كذا على رأسه ويدخل يعني كذا حركة أكشن كذا على يعني على الحين قاذفة اللهب فليم يعني هذه ما تقريبا الصاروخ تقريبا تطلقوا على مثلا هذا الوحش غير اشكال الوحوش يعني وحوش يعني اوكي فخلصنا التدريب
طبعا بالمباراة أو باللعب الحقيقي تقريبا دخلنا هنا تقريبا، فحلو يعني التدريب، طريقة إنهاء التدريب كذا تدخل باب يعني يدخلونك عالم اللعبة، شوف كيف واجهة اللعبة حلوة يعني مع البدلة يعني ديلوكس بدلة النارية هذه. طيب باتل مود توتوريال، طيب نشوف تدريب كيف أنماط المعركة. يعني اكتشفت تقريبا انه فيه ايضا اونلاين تحارب مع ناس، تحارب مع لاعبين على ما اعتقد لاعبين حقيقيين. هي اللعبه لا طور تختيم، طور قصه، اللعبه الاساسيه طبعا ما هي زي كول اوف ديوتي مثلا اساسها لعبه اونلاين ولعبه تحارب ناس او لعبه هذه لا لعبه تختيم. تدريب على النمط، شوف كيف الرسمات، هذا انا شخصيتي على يمين، انا الدوم سلاير اللي على يمين، هذا انا اوسم تقريبا واقول تشعل واكي بس يعني هذا شخصيتي، وهذا على اليسار تقريبا هو احد الرؤساء، على الاقل شكله ما يخوف كثير اللي على اليسار. اوكي طريقة المشي في البدلة، بدلة الآلية تقريبا، بدلة بلاير كاميراز كان اوكي سما اوكي، هذا لما يعني نستدعي الـ الشخصيات مثلا، شوف كيف هذا اذا كنت انا العب كالاشرار تقريبا كطرف الاشرار، اذا كنت العب اونلاين مثلاً ضد ناس أقدر يعني أكون طرف الشرير وأحط الأشياء ذولا الوحوش ذولا، فأنا جوا شخصية أحد الوحوش ذي واستدعي الجماعة الفريق سكوات حقي يعني سكوات الأشرار والوحشين استدعيهم ونحطهم. يعني إذا كنت بلعب أونلاين مثلاً ضد فريق الناس الأبطال يعني هكذا، هذه القصة. تسمعون الصوت ما تسمعون المايك شوي ما هو راضي يثبت. If you pre-replace طيب يعني نقدر نبدل الشخصية تقريبا، فما عليش إذا كانت هذا الفيديو ممل شوي، لكن هذا فيديو تدريب تقريبا، تدريبات زي كذا بالعادة هي كذا، هذه تدريبات لا إله إلا الله يا الله عفوك يا رب. هذه الآن قنبلة تقريبا، على العموم يعني كذا بتصير المباراة، لا مو بكذا اللعبة، هذه لما نلعب أونلاين ضد ناس، ما هي اللعبة الأساسية، لا عشان تكونون بالصورة اللعبة الأساسية مختلفة. الليلة القمر نصف مو بنصف ربع. اوكي.
أغسطس بداية 31 الساعة 12 الليل ليلة الثلاثاء. طبعا هذه ايوه هذا اللوت طبعا اللي يلعبون العاب الفورتنايت او ببجي والكود يعرفون وش اللوت اللي هي يعني هذا لما تقتلوه تاخذ لوت سلاير لوت. اوكي ما اعطاني اللوت طبعا انا اخذت طبعا انا مو بقادر اشرح كل شيء من اللعبه في اشياء كثير اشياء كثير اشياء كثير قادر اشرح كل شيء طبعا نخلص فترة مرحلة التدريبات وبعدين بإذن الله ممكن حتى نلعب يعني فيديوهات اللعبة انشرها بدون كلام هذا انا مفروض العب حاليا انا بالطرف الاشرار قتلناه لما نلعب اونلاين تقدر تختار انت الطرف الشرير او الطرف الاخيار الاخيار ولا الابقدونس اللعبة نزلت 2019 وقت كورونا او 2020 صحيح نزلت مارس 2020 وقت كورونا يعني صار لها سنة ونص تقريبا أقل من سنة ونص بشوي فعن سلسلة دوم سلسلة معروفة من 25 سنة انطلقت بدأت يمكن أبكر حتى لا زالت السلسلة نفس المبادئ نفس الوحوش تقريبا إلى اللهم بعض التغييرات طبعا كل نسخة الرسمات تحسن يعني لكن نفس المبدأ نفس مبدأ اللعبة تخش أنت بكوكب تقريبا أنت تحاول بنشوف قصة بعدين هذول الجو تقريبا يغزون الأرض أو بالمستقبل وأنت تدافع عن الأرض شيء زي كذا هذول إيريان فضائيين مو جن ولا وحوش على ما أعتقد فضائيين أنت جاي تدافع عن الأرض فأنت بطل اوكي حلو فزنا كذا طبعا انا تقريبا هذا الفيديو بيكون شرح بيكون فيه تعليق الفيديو اللي بعده اذا الله راد يعني وصلنا الفيديو بعده بيكون بدون تعليق تقريبا لانه التعليقات تاخذ وقت صراحه ف يعني الفيديو بعدين ترسل تحط عليه تعليق بعدين يتمنتج بعدين كذا وتاخذ احسن شيء خلاص تسجل على طول اليوم في تعب مصدع
صراحة يمكن اللي يشوف المقدمة ذي اللي يشوف فيديو هذا يمكن يمكن والله أعلم ما تعجب اللعبة أو ياخذ، لكن هذه تقريبا كل التدريبات أو كل مراحل كل الألعاب. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them. Only you. Rip and tear until it is done. ودبعهم يعني بين كل الوحوش أو الأشرار اللي بالعالم نرسل أنت. أنت أنت البشري اللي بيواجه هذولك كنا فضائيين. Fall back! No! They're everywhere! كيف؟ الضحايا بالمليارات مساكين مساكين البشرية أطفال راحوا فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أوكي يقول لازم ندعي الله. أريس جين جين جال قاعد جال قاعد حداك كحيلان. Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. 60% من الكوكب استنزف. We have the hell priest signal locked in. 60% The target is marked. يلا إلى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ننطلق بعدين باللعبة إن شاء الله. فيديوهات ثانية لعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب.